الإعلان التجاري والتسويق في شوارعنا وفي ساحاتنا العامة وفي كل مكان، من يصنعه ومن يسوقه ومن يكتب محتوى؟ ثم هل يخرج كما يريد الناس أم كما يريد التاجر أم كما يجب أن يليق بأخلاق المجتمع؟ الإعلانات التجارية في بعض الأحيان فخر في المحتوى وركاكة في الأسلوب، تسويق وتشويق ببذاءة، وكل ما ينشد من هذا إثارة الجدل وخلق التساؤل حول هذا الإعلان. لا نفهم حتى الآن لماذا يكون هذا الأسلوب محورا رئيسا لدى بعض المعلنين، وتساؤلنا لماذا نزلوا بأخلاقهم لهذا الحد. وفي الجانب الآخر، الإعلام من قبل المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي نوع جديد من أساليب التسويق الحديثة التي بات كل مشهور يلمح لها في حسابه ويغلفها بكلمات براقة وصادقة وفي بعض الأحيان مخادعة، لأن التسويق في أصله إقناع المشتري بالإضافة لحاجته للبضاعة المعروضة أو الخدمة المقدمة، ولكن بات التسويق الآن بمدى حب الجمهور للمشهور المعلن ومدى متابعتهم وتصديقهم له، حتى أن يقدم المتابع على شراء حاجية ما لأن المشهور قال بأنه يحبها ويقتنيها دائما. هل تحكم هذه الإعلانات أخلاق يلتزم بها المعلن والبائع، أم أن أخلاقهم تذوب أمام أموال الضحية؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ خالد السالم، متخصص في الإعلان والتسويق والاتصال، والأستاذ بندر الحطاب وهو كاتب رأي ومختص بالتسويق والتواصل المؤسسي. حياكم الله معنا في أهلا. أستاذ خالد، أبدأ معك. يعني كثرة الإعلانات خلينا نسميها غير اللائقة في الشوارع، وأصبحت بما يشبه الظاهرة، مين المسؤول عن ظهورها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التجاوز الإعلاني مصدره الرئيس غياب الإطار التنظيمي لصناعة الإعلان ككل في البلد. هناك مجموعة من التنظيمات المهتمة بالإعلان لكنها مبعثرة على الهيئات والوزارات. مثلا لو كنت أنت جهة اقتصادية أو مالية، هناك ضوابط إعلانية لدى هيئة سوق المال لدى وزارة المالية. لو كنت تعمل في القطاع الصحي بالنسبة للأدوية، هيئة الغذاء والدواء لديها ضوابط إعلانية. بالنسبة للمستشفيات ولدى وزارة الصحة ضوابط متعلقة بالإعلان عن العيادات والأطباء وما إلى ذلك. فتجد هذه الأنظمة لكنها مبعثرة. الإشكال الحقيقي في غياب جهة موحدة، جهة تهتم بجمع هذه الأنظمة جميعها وتهتم برقابتها وتهتم بجمعها تحت تشريع واحد أو مظلة واحدة. جميل. الإشكالية إذن في الإطار التنظيمي، الجهة الموحدة التي تهتم بالإعلانات. بالإعلان. أستاذ بندر أرحب فيك معنا في أهلا. تتفق ولا تختلف مع هذا الطرح؟ هل وجود جهة موحدة تراجع كل الإعلانات سيكون هو الحل؟ نعم ولا نعم. وجود جهة مسؤوليتها توحيد المنع من عدمه هذا ضروري. لاحظنا بعض الإعلانات اللي خرجت اللي كانت خارجة عن المألوف أو خارجة عن إطار المتعارف عليه، أن في 3-4 جهات هبت لمنعها، وفي نفس الوقت هذا يعطي مؤشر غير صحي على مدى تنظيم هذه الأمور. ولكن من ناحية ثانية، لما نتكلم على الإعلان، الإعلان هدفه بالأساس الخروج عن المألوف، هدفه أن أطرح فكرة تشد انتباهك. الآن المألوف بالنسبة لك غير مألوف بالنسبة لي، والأمزجة تختلف. فوجود جهاز مثل هذه، بس أظن أننا نتفق في الإطار الأخلاقي العام. يعني الإطار الأخلاقي طبعا في مسلمات وقيم المفروض أنها ما تمس، ولكن شد الانتباه أنه يتم بطريقة صحية. هذا يتم عن طريق الإبداع. الإبداع حياخذ وقت لحد ما يتطور. على فكرة إعلانات زي اللي طلعت هذا غالبا مختصر، خلينا نقول غير أخلاقي لشد الانتباه، ومو هذا الهدف. نتمنى نشوف الجيل الجاي من المعلنين السعوديين اللي مبدع وعنده القدرة على الإبداع، بس في حدود الأخلاق العامة زي أنت ما ذكرت. جميل. أنا بلتقط المعلنين السعوديين وأمررها للأستاذ خالد. خلنا نكون يعني كذا نطرح بشفافية. كثير من التعليقات اللي موجودة في مواقع التواصل تشكك أو تقول إن خلف صناعة محتوى هذه الإعلانات أشخاص لا يعرفون
طبيعة المجتمع وثقافته وقيمه، تتفق ولا تختلف؟ هذا كان في الماضي، يعني أنا بدأت في الصنعة في 2000 تقريبا، كانت فعلا الصنعة يعني يتحكم فيها إبداعيا مجموعة من أخوتنا سواء العرب أو غيرهم. الآن تغير المشهد تماما. السبب في ذلك أن كثير من الجهات لديها الوعي الآن الثقافي أن الإعلان ثقافة، فتطلب من من الوكالة أن يكون المبدع لديها، الكاتب لديها، المصمم لديها سعوديا. فهذه من الأشياء اللي حفزت استعودت كثير من الأعمال الإبداعية. أي. وما شاء الله الآن كثير من الوكالات دخلت كثير منها مؤخرا فيها السعوديين، سواء في أقسام متعلقة بالتصاميم أو الأقسام متعلقة بالكتابة. لكن هل نجحنا في هذا الإبداع اللي احنا نبحث عنه، ولا ما زال الإعلان عندنا؟ ما زلنا في بداياتنا، لكننا في مراحل التطور. يعني الآن قد لا يكون الناتج متميزا جدا، لكنه مع الوقت سيتطور إلى مراحل متقدمة جدا. إلى الآن مثلا لا يمكن أن ننافس على جائزة إعلانية عالمية، أتكلم عن إذا كان الفريق السعودي مع أن سبق وفاز أعتقد إعلان واحد. لكن مستقبل نعم، لماذا؟ لأن المستقبل لأبناء الوطن والسوق لأبناء الوطن، ومع الدعم الكبير اللي وجهت الدولة للسعودة والتوطين، أنا متأكد أن كان سابقا فعلا كان في الأجانب وتدخل الأجانب وانعدام أصلا السعوديين في هذه الصناعة، لكن الآن ما شاء الله الشباب بدأوا في أخذ مناصب وحجز مقاعد في هذه الوكالات. جميل. أستاذ بندر، بعيدك للنقطة الأولى، الإعلانات خليني أسميها المسيئة اللي طلعت في أوقات معينة وكانت موجودة في شوارع واعترضوا عليها الناس وسحبت، وش الرادع اللي ممكن يصنع قانونيا أو تنظيميا حتى ما تتكرر مثل هالإعلانات؟ أول رادع وأكبر رادع هو اللي قاعد تسويه الآن أخوي مفرح، ألا وهو الرفض الشعبي للإعلان. تمام، هذا أقوى رادع للمؤسسة. ذكر أن المؤسسات هذه تجارية صنعت الإعلان هذا لزيادة ربح أو لزيادة ولاء. الرفض الشعبي معناها نقص في الأرباح ونقص في الولاء. هذا أقوى من أي تنظيم وأقوى من أي جهة رسمية. الآن نتكلم عن جهات رسمية، وجود جهة نتكلم مختصة بالمحتوى الإعلاني نفسه. تمام، تطويره، العمل مع المعلنين لوجود ضوابط معينة، هذا جيد. تمام، ولكن خلينا نقول هو الرادع في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى هو رأيي ورأيك ورأي المستهلك، صدقني رادع أكبر وأقوى من أي تنظيم ممكن تتخيله. طيب أستاذ خالد، جهة تراجع المحتوى وتجيزه، أنت تشوف أنه هذا حل؟ نعم، لكن إجازة المحتوى تعيق الإبداع. تمام، إجازة المحتوى تعيق الإبداع. أنا مع وجود جهة منظمة للعمل الإعلاني ككل، لكن لا أريدها أن تعمل فقط كضابط للمحتوى فقط، وإنما أي جهة تأتي يجب لكم لها 3 أدوار رئيسية. أول شيء طبعا التشريع، وضع أنظمة تقنن العمل الإعلامي، ومن ضمنها كمان الضوابط الأخلاقية، وضع ميثاق أخلاقي للإعلان. ثانيا بعد التنظيم أو التشريع مسألة الرقابة. طيب أنا وضعت أنظمة بدون رقابة ما لها أي قيمة، فالرقابة عامل جدا مهم. ثالثا تطوير الصنعة. سوقنا الإعلان اليوم كم حجمه؟ تقريبا 4-5 مليارات. لا شيء مقارنة بأسواق الإعلان. لا أقول في دول ثانية، لا أود أن أقارن، ما أحب بابة المقارنة. في متوسط معين سوقنا المفروض يكون 30-40-50 مليار، تكلم عن مقارب المئة، لكن غير متطور بسبب عدم تطور الأنظمة المتعلقة بالإعلان وعوامل أخرى. لكن وجود الأنظمة والتشريعات المحفزة للنمو راح أكيد تدعم. والله هذا كلام مهم، لأنه يمس جانب اقتصادي ممكن احنا نستفيد منه أكثر. كم المعدل أستاذ بندر إذا عندك معلومة؟ يقال طبعا هو مفترض، لأن الآن صار عندك أكثر من قناة، صار في قنوات التواصل الرقمي، صار في القنوات المعلنة التقليدية. يقال أنه 100 مليار دولار، وبعض الدراسات تقول أنه حوالي 400 مليار دولار. سوق الإعلان في كل دول العالم هو من أضخم الأسواق، وجوده بدون تنظيم أو الحد الأدنى من التنظيم نوعا ما خطر. يعني مو قاعدين نتكلم بس على أخلاقيات العرض، نتكلم عن أخلاقيات الممارسة نفسها. الآن في مستوى ثاني داخل المؤسسات وداخل الجهات المعلنة، اللي لازم يتم كمان مو تنظيمه، ترشيده أو إرشاده أو التوعية فيه.
فوجود تنظيم أو الحد الأدنى من التنظيم بالطريقة الصحيحة لا ضروري. الآن الأربعة مليار أستاذ خالد لو وجد هذا التنظيم تصعد للمئة مليار نقدر نوصل؟ في وقت ما أكيد، لكن الآن بلا أنظمة بلا تطوير. يعني أنا بقول لك على سبيل المثال خلنا أطرحها لك، أنت الآن شركة وطلبت وكالة إعلانات، كل المطلوب من وكالة إعلانات أنها تجيب لك مثلا سجل تجاري وتصريح إعلان، هل هذا كافي؟ وبنفس الوقت أنت كشركة موجودة في السوق المحلية تقدر تشتغل مع الناس اللي من داخل المملكة كأفراد أو من خارج المملكة كأفراد، طيب من يحميني؟ أنا مستثمر هنا في البلد. إيه الآن الجهات الإعلانية غير محمية، مكشوفة تماما. من يحميها من مين؟ من يحميها من مين؟ من الدخلاء على الصنعة. يعني أنت محامي ما تروح للمحكمة إلا معك تصريح للمحاماة. المعلن أي إنسان يأتي من الشارع يقدر يصير معلن، صدق أو لا تصدق. والله وهذا باب مهم حقيقة. وعندي معلومة يعني تقدر تقول تفرد في برنامجك، في إحدى الجهات الرسمية أعمل معها على استصدارنا نظام متكامل للإعلان في المملكة العربية السعودية. ستلعب هذا الدور المفقود اللي تحدثنا عنه في البداية اللي هو الجهة المسؤولة عن تنظيم. جميل. ستكون هذه الجهة منظمة لكل سوق الإعلان ولا للي تابع للجهة نفسها؟ لا لا لا، لكل الجهات، تكون بؤرة لكل أو نافذة لكل الجهات. بحيث من يعلن يجب أن يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، سواء المتعلقة بالنظام المالي، المتعلقة بالنظام الصحي، المتعلقة بالنظام العقاري إلى آخره. هذا نتوقع أنه يصدر قريب؟ يأخذ وقت من الدراسة، وسوف يتم مقارنة الأنظمة الموجودة في الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا وما إلى ذلك. يعني يأخذ على الأقل سنة دراسة. الجهة هذه بتكون جهة مستقلة ولا تابعة لوزارة معينة؟ لا تابعة لإحدى الوزارات. اللي هي؟ ما أقدر أقول. طيب نأخذ فاصل بعد إذنكم. فاصل ونكمل معكم. حياكم الله من جديد في أهلنا. نتحدث عن الإعلان التجاري والتسويق، وضيوفي في الاستديو الأستاذ خالد السالم والأستاذ بندر الحطاب، أرحب فيكم مجددا. أستاذ بندر، توقفنا عند كلام أنه صار أي واحد دخيل على سوق الإعلان ويقدر يسوي إعلان، وهذا يجرنا الحديث عن اللي يعلنون الآن من المشاهير وغيرهم في حساباتهم. كيف تقرأ الموضوع؟ تشوف أنه في صالح سوق الإعلان ولا ضده؟ لا، هو ضد سوق الإعلان من ناحية، ألا وهو الإعلان، لبناء الإعلان أحتاج فكرة وأحتاج تخطيط وأحتاج إعداد بدرجة أضمن أن الإعلان بيوصل لأكبر قدر من المستمعين وبأفضل قيمة وأحسبها. غير كذا وكذا المعلن نفسه محاسب، هل المنتج اللي أنت أعلنت عنه مستوفي الشروط؟ هل شفت أوراقه الرسمية؟ هل تم تصريحه من الجهات المعينة قبل ما تعلن عنه؟ الآن للأسف في جهات معينة اختارت طريق مختصر، بدل ما تمر على هذه كلها، بدل ما تروح لجهات مصرح لها ومراقبة، تمام، يروح المشهور في دولة أخرى عبر الحدود. المشهور هذا يتكلم أنه استخدم المنتج وأنه عامل في المنتج، هذا شيء خطير. والله في مشاهير حتى من داخل الحدود، يعني من عندنا وهم اللي يسووا، وهذا أسوأ وأسوأ. إذا أنت ما جربت المنتج ولا تعرف التصاريح المنتج وتعرف أن في مسؤولية قانونية لو أحد ضرر، يعني أنت زدت على موضوع حب الكسب المادي الأعمى، زدت عليه سامحني موضوع الاستهتار، قاعد تستهتر بصحة الناس وقاعد تستهتر بسلامتك، لأن هتحاسب في النهاية. الآن مثلا عند الإمارات فرضت قانون أنه الشخص المعلن سواء على سناب شات على إنستغرام يعامل معاملة القناة الإعلانية، يعامل معاملة القناة الإعلانية من ناحية لازم يكون مستوفي تصريح، لازم المنتج اللي يعلن عنه يكون مستوفي كل الشروط قبل الإعلان. فموضوع استسهال في الوصول للناس عن طريق اختصارات يزعل، وفي نفس الوقت خطير على المجتمع وعلى سوق الإعلان نفسه. سوق الإعلان لو تنظم حيكبر بالطريقة هذه، مو قاعد ينظم، قاعد يرجع بطريقة بدائية غير مقننة. طيب أنا والله ودي أستاذ خالد تشاركنا هالحوار. اللي يعنون اليوم، يعني أنا أذكر استضفت الكاتب الأستاذ محمد حطوط أمسي عليه بالخير، وكان يقول أنه في كثير من الدول يفرضون على الشخص المعلن المشهور أنه ينوه إلى أن هذا إعلان. نعم، للأسف ثقافة الإشارة إلى أن هذا الإعلان، يعني مثلا أنا مشهور أو مؤثر في السوشيال ميديا ولدي مئات الآلاف المتابعين، زرت مطعم معين زيارة مدفوعة، والله عجبني المطعم وما إلى ذلك، واكتب وانشره في حساباتي في السوشيال ميديا ولا أشير بتاتا إلى أن هذا إعلان مدفوع، هذا غش وتدليس.
غش وتدليس. نعم. أشكر جرأتك. تمام. فكثير من المشاهير يمارسون هذا الغش والتدليس، وتحدثت كثيرا في حسابي في تويتر وكتبت عن هذا الموضوع، قلت يا جماعة الخير يجب أن يكون هناك كلمة مدفوع أو إعلان أو ترويج للإشارة إلى أن هذا ليس هذا الأمر ليس نابعا عن تفضيل شخصي. يعني مثلا أحب نوع سيارة ورحت للمعرض لأني أحب هذه السيارة، هذا تفضيل شخصي ولا أتدخل فيه، لكن أن يدعوك وكيل السيارة ويقولك تعال أعلني عن هذه وتقول هذه السيارة رائعة وكذا بدون الإشارة أن هذا مدفوع، هذا خطأ. والحل برأيي بسيط جدا. أولا خلونا نختم بحلول. أنا تكلمت عن تطوير السوق. تطوير السوق بمعنى أن خلق عدة مصادر دخل وتنظيم الإجراءات فيه. أنت الآن معلن، أتعامل معك زي ما تفضل أستاذ بندر أنك كقناة إعلامية كمشهور، إذن لازم تأخذ تصريح، التصريح بفلوس دخل للدولة ومسؤولية على المعلن اللي هو المشهور المؤثر، هذا أولا. ثانيا أي شيء يدخل لك جيب لي عليه أوراق محاسبية، هنا في ضرائب تدخل للدولة. تمام. في ضرائب تأخذ على الشركات الدافعة. بدينا نخلق سوق بدل ما هو في الظل. القضية مش قضية والله فقط. يزعلون منك. تمام. المشاهير أو المعلنين. إذا قمنا بهذا الشيء وبعدين إذا خالف المخالف المعلن المؤثر أو المشهور تعال في إنذار في مخالف في إيقاف. إيقاف عن الإعلان. نعم. تمام. حتى الشركات اللي تتجاوز الحدود تعال أنا مسؤوليتي أنا اسمك موجود هناك، يعني حتى لو رحت للكويت تعاملت مع المؤثر الفلاني أعرف أن أنت في مسؤولية عليك، لذلك لا تخلي أحد يتكلم باسمك، مسؤولية عليك، أعاقبك أنت ما عاقبها هي اللي برا. جميل أستاذ بندر، يعني أعطني حل يعني يخص رؤيتك الخاصة في جهة معينة اليوم من الوزارات اللي موجودة تقول لها يا وزارة الفلانية أنت مسؤولة عن هذا التنظيم؟ لو بناخذها من ناحيه الاختصاص اتوقع اقرب، لان عندك المنتج وعندك الاعلان عن المنتج. المنتج هذا خاص بالجهه المنظمه، منتج الاتصالات خاص بهيئه الاتصالات، منتج الصحه خاص بهيئه الغذاء والدواء، المنتج البنكي خاص بمؤسسه النقد. صحيح. المنتج له جهه تصرحه. الان الاعلان نفسه، الاعلان والاعلام هم نفس المظله. انا بتكلم عن وزاره الاعلام. وزارة الإعلام أتوقع بإذن الله في ظل التطور اللي قاعدين يشهدونه الآن، واحدة من الأشياء اللي أتمنى أنهم يراعونها ويكونون حريصين عليها موضوع تنظيم وتطوير سوق الإعلان. الآن قاعدين نطور وننظم أكثر من جهة في البلد من ناحية المحتوى المحلي في الصناعة. طيب ليش ما نطور المحتوى المحلي حتى في صناعة الإعلان من ناحية التنظيم، الإبداع، التصوير، المونتاج، الخروج، الشكل النهائي ايش يكون. فاتوقع الجهه الاقرب للموضوع هذا هي وزاره الاعلام. وعندي كامل الثقه انهم عندهم القدره باذن الله. واحنا عندنا كل هالثقه. قبل ما انهي هذا الحوار، يعني بالعاده انا اسميها لضيوفي تغريده صوتيه اخيره. استاذ خالد وش تقول؟ لوحه الاعلان التجاري بلا اطار تنظيمي. استاذ بندر. الاعلان التجاري فن، وشبابنا عندهم القدرة على الإبداع. شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هلا، وإن شاء الله هالصوت والمقترحات توصل بإذن الله تعالى. إذن مثل ما تابعتوا الأستاذ خالد السالم طرح كثير من القضايا، الإطار التنظيمي، ميثاق الشرف وأنا الإعلاني والميثاق الأخلاقي الإعلاني، وأنا أعتقد أنه هذه أفكار جديرة بالاهتمام. والأستاذ بندر طرح الإطارات التنظيمية اللي يجب أن تكون، ويعتقد أن وزارة الإعلام ربما تكون هي الوزارة الأولى التي يمكن أن تباشر مثل هذا الموضوع. أنا بقول بس للمعلنين اللي يتعمدون وضع إعلانات مسيئة أخلاقيا في الشوارع أن قيمنا وأخلاقنا ومجتمعنا أهم مليون مرة من تسويق أي سلعة. بعد الفاصل مكملين معكم.